بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نقدو واحد البروغرام اللي تيحسب لنا واحد التعبير معين. غادي نشوفوا أول حاجة الصورة نتاع التعبير، الشكل نتاعو كي داير. طيب إذا هذا هو الفورمولا نتاع التعبير. هاد ليكسبريسيون تساوي واحد زائد واحد على واحد عاملي زائد جوج على جوج عاملي زائد حتى ال ان على ان عاملي. إذا هاد إذا بدنا نحسب هذا التعبير بخصنا نعرفو متغير واحد اللي هو هاد ان هذا. اون فوا تنعرفو هاد ان هذا تولي تعرفو هاد التعبير، هاد الصيغة أو لا المجموع نتاع هاد الحدود هذا. إذا غادي نشوفو كيفاش نقدو بروغرام لي تنعطيو هاد الحد هذا وهو أوتوماتيك تيحسب لينا هاد الأعداد هذا. وبالطبع غادي نستخدمو البوكل دو وايل. إذا نديرو نوفو فيشي ثم نبداو في العمل نتاعنا. studio.h ثم conio.h ثم المين عفوا جيتش. اذا دابا وصلنا المرحلة اللي بغينا نشوف واش نعمل الفاريابل اللي بغينا نخدمو بهم. اول فاريابل اللي هو ضروري هو داك ان اللي تنجدو من هاد اتيليزاتو. ثم ثاني فاريابل رئيسي اللي هو اي. اي هو عباره على الكونتور نتاع ديك البوكل دو وان. ثم كاين عندنا كذلك واحد الفاريابل اللي غادي نديرو التيب نتاعو نسميوه فلوت، التيب نتاعو غيال، وغادي نسميه اكسبريسيون اللي هو فيه الصوم نتاع هاد المجموعه نتاع الحدود هاد الاكسبريسيون. اذا اول حاجه من بعد تنزل عمل ديكلاراسيون تنشوف العمل تاع الانيسياليزاسيون. الانيسياليزو ان بصفر والاكسبريسيون بصفر. قلنا حنا داك ان غادي يجدو من هاد الاتيليزاتور، دونك غادي يطلبو من الاتيليزاتور انطلاقا من هاد الفونكسيون برانتيف وسكان ان. هاد برانتيف غادي نقفشو هاد الميساج مثلا دوني لونغ ان باغ اكزومبل، وغادي نقراو فونكسيون سكان اف بورسنتاج اي او لا دي اللي بدنا نديرو اند حتى ان. من بعد ما شدينا العدد من هاد الاتيليزاتور بقى لنا لو تريتمون تاعنا اللي نافيشو الريزلتا نفس البرانسيب. اذا فاش غادي نعرفو هاد البوكل هادي اول حاجة بنحط انا لو تريتمون تاعنا قلنا غادي نستخدمو البوكل دوال. بما اننا نبي نستخدم بوكل دوال حنا قلنا البوكل لا نستخدموها الا بينا شي حاجة تكرر بزاف المرات، وحنا بينا هاد الاعداد يتكرروا على الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث حتى الان. اذا اول حاجه خصني نبريسيزا هو امتى تبدا هاد البوكل وامتى تدخل. اذا لما نحدد امتى تبدا وامتى تدخل انا درت اي تساوي صفر حددت ليها التيبار. دابا بقى لي نحدد ليها فين تتوقف هاد البوكل هادي، ولا بنحدد ليها فين تتوقف غادي نجي لهاد الوان هادي. هادي ندير اي اصغر او يساوي ان. علاش درت او يساوي؟ حيت هاد العدد توصل حتى لان، كون كنت انا ان موانزا غادي نزيد اصغر قطعا. طيب دابا بقات عندي هاد لو تريتمون اللي كاينه في النص. قلنا حنا ديما تنديرو نديرو واحد الكومونت بسيط، تنديرو واحد زائد واحد زائد جوج على جوج عامل زائد غادي حتى ال ام على ام عامل. اذا هنا عندنا واحد الحساب مركب شويه، خصنا كل حاله خصنا نحسبو العاملي. غادي نجيو اول حاجه باش نيفيتيو هاد الحاله الاولى غادي نجي انا نجي انيسياليزي نجي لهنايا وندير اكسبريسيون، اولا نجي ديريكت لهنا ون انيسياليزي هاد الاكسبريسيون بواحد وغادي نيفيتي هاد الحاله الاولانيه. دابا فاش انيسياليزي اكسبريسيون بواحد ايفيتي ديك واحد ديك الدوره الاولانيه، حيد داك الحاله الاولى وخصني حتى الكونتور لاروانا لانتبه هنا تبدا من جوج. اذا غادي نجي هنا وغادي ندير جوج، غادي من جوج حتى لان موانز حتى اصغر او يساوي ان. اذا كل حاله دابا تيخصنا فيها جوج الاشياء مجهولين. الحاجه الاولى اللي هي اي، هذا اي معلوم. الحاجه الثانيه هو اي عاملي، يعني كل حاله خصنا نحسب اي عاملي شحال تساوي. ولا بنحسب اي عاملي غادي نستخدم هاد لو تريتمون بسيطه. غادي نجيو لهنا مثلا نشوفوا اي عاملي مثلا
ستة عاملي اش تساوي لنا؟ ستة عاملي تساوي لنا هي واحد في جوج في ثلاثة في أربعة في خمسة، عفوا ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة، هادي هي ستة عاملي. إذا إذا بين قدات عاملي هادي غادي نجي ندير واحد البوكل بسيطة، نعم غادي ننسز واحد الفاريابل، غادي نستخدم البوكل فور خاصة غير بهذا العامل هذا، ندير فاصلة جي هنايا عفوا، وغادي نجي ندير واحد البوكل هنا فور، غادي نجي ندير هنا اي تساوي بدا ليا عفوا جي بدا ليا من صفر، حنشوف حنا نشوف هاد التعبير هذا لينا ما تبداش لنا اي من صفر جي من صفر، انما تبدا من واحد، دونك غادي نجي ندير واحد حيت لو بدات من صفر غادي يولي صفر في واحد في جوج ثلاثة تال أي عدد غادي يكون تساوي هاد العامل زي ما صفر. إذا باش نإيفيتيو هاد الحالة أو نسيبريميو هاد الصفر في اللون تنبدا البوكل تاعتي من واحد حتى الـ إي أصغر أو يساوي ستة، عفوا أو يساوي إي، ماقدرش عاد تيقولك علاش درنا هاد جي، هنا قلنا جي أصغر أو يساوي إي، علاش درنا هاد أو يساوي؟ حيت حنا وصلنا لعدد تتنصل العدد ستة عاملة تتساوي واحد في جوج ثلاثة تال ستة عاملي، كون كنا تنوقفو عند خمسة ما بقاش غادي نديرو هاد أو يساوي، بلا نديرو أصغر قطعا، ثم غادي ندير جي بليس بليس بهاد الشكل هذا. اللي غادي ندير واحد فاريابل جديد نسمي مثلا فاكتوريال، نسمي اف اللي هو فاكتور، غادي نسالي بصفر، وغادي نجي هنا غادي ندير اف يساوي اف زائد جي، ما غاديش نديرو زائد غادي نديرو في، حيت حنا العمل اللي استخدمنا هنا اللي هي في، حيت هادي هي العلاقة نتاع تعاملي نتاع أي نمبر كيف ما كان. إذا قلنا حنا في وسط البوكل إلا بغينا نحسبو هاد ليكسبريسيون هادي قلنا هادشي هو اللي تيتعاود، هادشي اللي بين بليس هو اللي تيتعاود، وقت ما كل دورة في البوكل خصنا نعرف جوج الأشياء، الشيء الأول نعرف هاد العدد هذا اللي قلنا حنا هو إي، والشيء التاني خصنا نعرف العاملين تاعو، العدد والعاملين تاعو. العدد اللي بغيت نعرفو هو معروف عندي في هاد البوكل هذا، غادي نجي ندير هنا تيت انكريمونتا، دابا هو ولا عندي اينا معروف اي كاين، خصنا نعرف اي العاملية اي، والعاملية اي تنحسبو بهاد البوكل. اذا ما بقى لنا دابا الا الحالة الوحيدة باش نهزو نجيو نحسبو ناجوتو لهاد ليكسبغسيون، غادي ندير اكسبغسيون شحال تساوي ليا؟ تساوي بكل بساطة اي على اف، علاش درت اي على اف؟ هاد اي هو هاد العدد الاولاني، وهاد الاف هو العاملين تاع الحد، مثلا كنت هنا هو العامل تاع هادي، كنت في هاد الحالة هذا هو العامل هنا، كنت في هاد الحالة هو العامل هنا، وهكذا. هنا الى خليت هاد الشيء بهذا الشكل هذا غادي يوقع لي واحد المشكل، المشكل اللي غادي يوقع هو انني قلنا هاد اف هادي تتحسب ليا العاملي، تتحسب ليا العامل، عفوا واحد الخطأ ارتكبت هنا، خصني ندير كيف ما ذكرنا من قبل خصنا ندير اف انيسيال زاب واحد، علاش قلنا اف انيسيال زاب واحد؟ حيت اول مرة خدمنا بها درنا عمليات في، درنا عمليات في، إلا كانت اف تساوي صفر في واحد هي صفر، إذا هادي فيها صفر، عاود تاني صفر بعد بقى الخارج يساوي صفر، إذا خصني انيسيال زاب واحد. واحد النقطة مهمة ممكن تابعو ليها وهو أننا كل حد قلنا تنحسبو ليه العاملي، مثلا عندي هاد الحد الأول تنحسب ليه العاملي، التاني تنحسب ليه العاملي، التالت تنحسب ليه العاملي، والفاريابل اللي تيتستوكا فيه العاملي قلنا هو اف. الى حسبت العامل اف هنا باغ اكزومبل كان هو واحد بين جي الاخرى، العامل نتاعها كان هو العامل نتاعها غادي يجي ديريكت يكمل لي على هاد اف هادي، باغ اكزومبل لقينا هنا خمسة، نفترضو هنا مثلا لقينا خمسة في هاد اف، فاش بتجي الدورة الجاية هاد اف شحال بتكون تساوي فيها؟ خمسة، وبتعاود تكمل الحساب وتوصل فيها مثلا شي قيمة، افترضو حنا مثلا 100 باغ اكزومبل، غادي تعاود تجيب الدورة خاصها هاد اف تبقى فيها 100، يعني كل عدد داك العامل ما تيبقاش ما عندوش علاقة بكل عدد بوحدو، تيتعاود يتأجل تا، باش نإيفيتيو هاد البروبليم غادي نجي ندير هنا إف تساوي صفر، عند دابا إنف عفوا إف تساوي باش إنف تنحسب العاملين تاع شي عدد، نعاود نإنسيال إف بواحد باش نحسب العاملين تاع العدد الآخر، إذا غادي نجي نأفيشي برانت إف إكسبريسيون تساوي بورسنتاج اف حنا لي تيب فلوت اكسبريسون. اذا غادي نجي نيكزيكوت كومبيلي نيكزيكوتي دوني ان عشرة خمسة، تلاحظوا انه عطاني صفر صفر صفر، اذا كاين عندنا شي مشكل، نشوفوا المشكل
فاش درناه. المشكل اللي ارتكبنا هو ان هو اننا ان المشكل في هاد ليكسبريسيون. حنا جيو نديرو واحد التحليل ديما، عندنا اي على اف، و اي على اف شكون الكبير في هاد الجوج؟ الكبير فيهم ديما كان هو اف، حيت هاد اف عباره نجيو مثلا نجيو حنا نحسبو جوج الاعداد، كاين عندي عدد ا عندي ا عاملين، شكون الكبير فيهم؟ ديما هاد ا عاملين ديما تيكون كبر من ا عاملين كبر من ا، واذا درنا القسمه نتاع عدد كبير على عدد صغير الريزلت اللي غادي تخرج لنا هي صفر. اذا درنا مثلا شي عدد مثلا صغير باغ اكزومبل واحد على نديرو مثلا سبعين مثلا واحد على واحد العدد كبير مثلا 99، القيمه اللي تخرج لنا هي صفر، ولا ما خرجتش لنا كاع صفر تخرج لنا صفر فاصله مجموعه الاصفار وتلقى شي قيمه بحال هكا. اذا خصنا نقلبوا هاد جوج الاعداد، حيت حنا دابا قلنا درنا هاد اف، هاد اف هادي كبيره بزاف من هاد اي، حيت هاد اف هي العامل ديال اي، وداك الشيء باش يخرج لنا صفر دونك خصنا نقلبوا هاد القيم هادو نديرو اينا نديرو هنا اف. نجيو نعطيو باغ اكزومبل كومبيلو من الجامع عطيو مثلا خمسة، تلاحظوا ان عطانا 24 قيمة منطقية. اذا هادي هي الطريقة نتاع كيفاش نقادو هاد البروغرام بهاد الشكل، وماشي المهم هو نعرفو هاد التعبير بحد ذاته اولا نعرفو كيفاش نحسبو هاد النوع التعابير بهاد الشكل، انما خصنا حنا نعرفو كيفاش نتعاملوا مع لي بوكل، عارف نفهموا مزال كيفاش نتعامل مع لي بوكل وكيفاش نتعامل مع لي فاريابل انيسياليزي هنا انكريمونتين ناجوتي ليه كيفاش نعاود بهذا الشكل. هذا هو الهدف الرئيسي من التمرين. اما بالنسبه لهاد ليكسبريسيون او لهاد التمارين هما عباره على تمارين تتمكننا باش نحفظوا السانتاكس نتاع نعرفوا السانتاكس نتاع البوكل مزيان، نعرفوا السانتاكس تاع ليكسبريسيون، نعرفوا نبريسيزو الكونديسيون تاع واحد البوكل او لا، نعرفوا كذلك كيفاش ندير شي كونديسيون سامبل، نعرفو امتى نافيشيو الريزلتا، وهذا هو المهم. اما بالنسبه لهاد التمارين هادو هما تمارين بسيطه بهذا الشيء. من بعد فاش نكملو هاد السلسله هادي غادي ندير واحد السلسله اخرى نتاع اكزيرسيس اون لونغاج سي افونسي اللي ديك الساعه غادي نخدمو بها شويه سي افونسي. كيف ما حنا قلنا التمارين هي غير باش نفهمو السانتاكس والبرانسيب نتاع الفوكل. اذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.